ليه الشوط الاول الزمالك ظهر بالصوره ديت دفاعيا تحديدا؟ انا اقول حاجه، انا بس عايز اخد لقطه الطرد بتاعت محمد فتحي قبل ما نخش فنيا، عشان هو يعني هي فيها الناس اتكلمت ان هو تلفظ، هي مش تلفظ، هي فيها فاول من محمد فتحي على دونجا، والكره عشان طولت شويه الناس ما خدتش بالها من الفاول ده. تعال نعرضه عشان انا جبتها، يمكن حتى كابتن جهاد اتكلم معاك فيها بس هي ما اتعرضتش. بصوا هنا، بصوا دونجا ما هيفوت الكره اللي معاه محمد فتحي، هي دي لقطه الطرد. بس ارجع بقى، خلاص نرجع تاني ونعرضها. اللعبه هيفضل مكمل دي، اللعبه بقى طول كتير، هي دي كانت تحت انظار كابتن محمد معروف. ارجع ارجع ارجع، هو هنا محمد فتحي مش عارف ازاي نسى انه معاه كارت، يعني كمل بقى الهجمه. هي دي الكره اتقطعت طبعا من لعيبه البنك الاهلي راحت للزمالك. لا كمل عادي، هو الزمالك اول ما هياخد الكره عادي دلوقتي هكمل. بص مثلا اول ما الباص يتعمل ودونجا هيفوتها، ده اللي كان معاه محمد فتحي. بص هنا ساب الكره خالص، ده مش لاعب معاه انذار، يعني ده مش تصرف لاعب معاه انذار. الهجمه عشان طولت كتير، اول ما بص محمد معروف بص له انا بشوف بتاكد مين اللي عمل الفاول ده عشان ارجع لك تاني. لا هي كملت اللقطه، هو محمد فتحي، فعشان كده الناس بتقول تلفظ، هو مش تلفظ، هو الانذار ده. بس انا فعلا مش فاهم ليه كابتن محمد معروف ما تردوش في دي، لان مفيش تحت فرصه هنا. طب وحتى بستغرب من نقطه، طب لو الكره كملت ومحمد فتحي راح جاب جون، برافو محمد. يعني لا معلش، هو قانون نادي الزمالك اللاعب دوت مثلا خد الانذار الثاني في الدقيقه 50 بالظبط، ونفرض وهيطرد، فاللاعب فضل ماشي والكوره ما بتوقفش، واللاعب سجل في جون او ساهم في جون او حتى ما ساهمش، كمل اللقطه بقى. لعبت قدام 11 لاعب تمام، وانت كنت المفروض تطرده من خمس هنا دقايق. هنا الاهم بقى غلط. بص دونجا اللي بيطالب، برافو عليك. هنا الضغط اللي عمله مين؟ دونجا. دونجا هو اللي فضل يكلم معروف ويقول له لا في طرد، في طرد، حتى كان بيطالب لعيبه الزمالك انها تخرج الكره بره. بالظبط، فاحنا حتى واحنا بنتفرج، طب خرج الكره بره ليه؟ خرج الكره بره ليه؟ احنا مش فاهمين حاجه. فده اللي شفناه في الاخر، يعني لولا كمان دونجا هو اللي طلب حاله الطرد كان الموضوع هيكمل خالص، وكان ممكن ينسى الانذار كمان. فدي بدء ده الفاول اللي طرد محمد فتحي، وليس تلفظ ولا اي حاجه. برافو عليك، برافو عليك. نروح بقى للمباراه. انا مش يعني كابتن كريم ذكري شرح الموضوع بالظبط، انا اللي هعمله هجيب شويه صور وارقام تدعم اللي كابتن كريم قال. نبدا الاول بطريقه اللعب عشان الناس تشوف توزيعه الملعب كانت فين، الديفكت اللي كان موجود في الشوط الاولاني. تعال نشوف طريقه اللعب في الزمالك في الشوط الاول. تمام، انا بحبك وانت بتنتظر. لا تمام، هتزعل اهي. بص هنا الناس تشوف ده متوسط التمركزات يا كريم عشان الناس تبقى فاتحه، وكابتن كريم معانا. ده اللي هو اللعيب كان واقف فين في اثناء الشوط الاول. اشرح لي. شويه بيبقى واقف اللعيب ورا وشويه زايد، فده المتوسط. فما يبقى عندك محمود علاء بيلعب 20 ده، 20 ده مدافع القلب. الارقام اللي الالوان الاحمر واصفر دي اللعيبه اللي هي كملت الماتش واللعيبه اللي اتغيرت، فمنداش دعوه بيها، الناس تتجاهلها. ولكن ده تمصص التمركزات. الزمالك بيلعب محمود علاء فقط كمدافع قلب وحيد، شماله محمد عبد الغني، يمينه حسام عبد المجيد. وهنا الاختيار بتاع محمود عبد المجيد عليه علامات استفهام كتير، هنوري لقطه كده. وطبعا دونجا اللي هو المحور الاساسي، وفتوح اللي هو محور مساعد. فتوح هنا لتاني مره انت بتحرمه من الميزه بتاعته اللي هو يبقى جاي في من تحت قوي. هو ما بيجي من تحت قوي، يضم يزيد في خط النص، هي شبه قلنا زيتشينكو مع ارتيتا. انما انت ما بتلعبه من البدايه محور بتفقده كتير جدا من امكانياته، ودي بقى توزيعه باقي الفريق. طيب الشكل ده كان محتاج منه ايه؟ تعال نشوف الحاجه اللي هو كان عايزها اوسوريو. هجمه كده اتعملت بشكل انت بتمسك الكوره تسيطر عليها بتصنع هجمه. تعال نشوفه عشان نقول ان ده الحاجه اللي كان عايزها اوسوريو. دي لقطه في الدقيقه 8، عمر جابر، فرصه عمر جابر. بص الفكره بتاعت ان لعيبه كتير. بص هنا محمد عبد الغني فين؟ عند خط النص، وحسام عبد المجيد هتلاقيه فاتح هنا. ده الهدف، دي الغايه اللي كان بيسعى لها اوسوريو. فرقه بتمتلك الكوره، بتقدر تحافظ عليها، بتدورها بشكل كويس لغايه بتزيد باعداد كبيره جدا جوه المنطقه. بص هنا في اللحظه ما هيخش المنطقه كام لاعب من الزمالك، هو ده الغايه. بص الكوره فضلت مع الزمالك قد ايه يا كريم، وبتتنقل بسلاسه من الشمال لليمين، والكوره ما بدات محمد عبد الغني، هنا عمر جابر. بص في كام لاعب جوه المنطقه من الزمالك؟ 4. فاما عمر يجي من الشمال بيبقى زايد و عامل خطوره. نوقف هنا، ده الهدف. فرقه ممتلكه الكوره، اعداد كبيره جدا من اللعيبه بتخش منطقه الجزاء، سيطره كامله على الكوره. ولكن احنا قلنا ايه؟ الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه، دي النوايا الحسنه. ماشي. ولكن بقى الطريق لجهنم ايه؟ انت اللي هو هيجي بقى الشكل الدفاعي للفريق. تعالى انا جمل. ممكن انا جبت لقطات كتير كابتن كريم عرضها، بس هنا هنعرض الاكس جي بتاع البنك الاهلي. بص الشوط الاول يا كريم بدا معانا فين؟ الاكس جي اللي هي الاهداف الفرص المتوقعه. بص بدأ بنص من أول 15 دقيقة،
بص الناس تبص، بس انا عايز حاجه واحده بس، الناس تبص في نهايه الشوط الاول كان الاكس جي وصل لهدف و75% تقريبا البنك الاهلي. بصوا طول الشوط الثاني الاكس جي ما زادش حاجه، يعني اللقطه اللي عندنا نهايه رقم واحد دي نهايه الشوط الاول. الاكس جي فضل يتصاعد الاهداف المتوقعه البنك الاهلي فضلت تتصاعد في نهايه الشوط. الشوط الثاني كله سواء اخطاء من الجهاز الفني للبنك الاهلي ان هو ما استثمرش الضغط بتاعه وتقدمه، او ان الزمالك حسن من شكله في الشوط الثاني. الشوط الثاني كله تقريبا فرص البنك الاهلي كانت شبه قليله جدا، الاكس جي زاد من 1.5 لاقل من 2، زياده بسيطه جدا. تعال نشوف حتى المحاولات بتاعه البنك الاهلي كان شكلها عامل توزيعتها ازاي. بص هنا من الدقيقه 30 ل 45 كان في انذار حقيقي للزمالك بخطوره البنك الاهلي، اللي هو الموف دوت، بس اللي هو اون تارجت الكور اللي بين الثلاث خشبات. وصلنا لاكثر من كورتين وغير الجون غير كوره بلوكد، والبنك الاهلي نام خالص. ده اخطاء بابا فاسوليو برضو، وبدا طبعا البنك الاهلي من الدقيقه 45 لحد الدقيقه 75 هو مش موجود على الجول اصلا خالص، لحد من الدقيقه 75 90 بدا يشتغل تاني. تمام، تعال هجيب لقطه، هنكتفي بلقطه واحده للكلام اللي عرضه كابتن كريم ذكري، بس كيف كان بيخرج مدافعين الزمالك بكل سهوله من مناطقهم. الهجمه دي مش هجمه خطر، ولكن هي هجمه مرجعيه. ازاي؟ هنبص هنا، انا عايز الناس تركز على حسام عبد المجيد وهو جاي. حسام عبد المجيد كريم بامبو هياخده فين؟ لسه كريم لسه ما ظهرش. بص وقف بقى، بص حسام عبد المجيد فين؟ ماشي بيه. ماشي بيه جايبه هنا، انت مدافع ثالث، بص هتتلعب ازاي؟ اللعبه اللي كانت بتلعب على المغمض للبنك الاهلي، المدافع بيسحب وبتتلعب على طول في ظهر حسام عبد المجيد. الكره ديت يمكن الناس ما ركزتش عليها عشان هي انتهت ان لعيب البنك الاهلي مدبولي اثناء التصرف فيها. بس هو خطا مشترك ما بين حسام عبد المجيد وعبد الغني، لان اللي عمله حسام عبد المجيد ده ممكن يكون صح لو عبد الغني طلع اربع خطوات خلاص انت خرجت اللعيب الاوفسايد. بس انت ما بتلعبش على التسلل بدليل يعني هي اللعيبه مش حافظه الطريقه. هم اللعيبه اول مره انا قلت لك في مفاجاه النهارده ايه؟ ان ما ينفعش اجيب ثلاثه ما بيلعبوش خالص واروح ملعبهم او اخر مباراه ما لعبوش. هو الاسوء انه حسام عبد المجيد اللي كان متالق جدا مع فريرا في شكل دفاعي معين عشان طريقه اللعب، عشان طريقه اللعب متحفظه. بقول كده هو الافراد اللي انت عايز، لو انت بتلعب عايز افراد وهتلعب كورتك انت وتفرض سيطرتك، بتدور على عنصر السرعه في المدافع، لان عنصر السرعه بيبقى قاتل، لان انت هتحط كتير. لو انا اللي هسيطر على الكوره والكوره معايا، يبقى المدافع بتاعي هيتحط في كتير في مواقف ضد واحد ضد واحد وكرات على الارض كتير. محمود علاء ظهر ليه في ماتش بيراميدز كويس والنهارده كان تايه، لان ماتش بيراميدز الزمالك بيتلقى اللعب، محمود علاء طويل بياخد الكوره العاليه الخبره بتاعته، انما النهارده هو بيدافع عن مساحه كبيره فعنصر السرعه والترنات هي اللي بتقصر. انا هكتفي باللقطه دي طبعا لان كابتن كريم ذكري عرض هجمات كتير للبنك الاهلي، بس الهجمه دي مرجعيه. ازاي مدافعين الزمالك كان بيخرجوا بسهوله من مناطقهم وبيتلعب في ظهرهم؟ يعني ده ممكن كانت ملخص للشوط الاول، كان الراجل عايز ايه، وفي نفس الوقت البنك الاهلي كان مستفاد من الشكل اللي الراجل كان بيسعى عليه بشكل ازاي. ومناسبه مانشستر سيتي اللي بيحب دايما الراجل يقارن بيها يعني لما بيب جوارديولا عمل الحركه ديت في الثلاثه مدافعين اللي ورا، حط ووكر على اليمين راجل سريع جدا وقوي جدا، حط اكي سريع وقوي جدا ناحيه الشمال، وساب دياز عشان برضه يعرف يشتغل. ما هي عنصر السرعه بيبقى مهم بس جدا جدا جدا. يعني هو حلو انك تفكر في السيتي وتحاول تقلده وتحاول تقلد بيب جوارديولا، ده شيء عظيم يعني، مش بنقول ان هو ما تبدعش وخليك جامد، بس في نفس الوقت هل انت عندك العناصر ولا لا؟ بمين؟ ايوه ما بالظبط. ايه الكواليتي اللي معايا؟ ده اللي انا بتكلم فيه. على فكره متفقين على فكره. على فكره انا متفق مع كابتن كريم ومتفق معاك ان الشكل الدفاعي للزمالك عليه علامات استفهام وبنتكلم فيها وبننتقدها. هو الفكره بتاعت بس هو ايه؟ هو ده الوقت بقى بتاع القرار، ولا نشوف لو جبنا له مدافعين بشكل معين وجبنا له لعيبه خط وسط بشكل معين وجبنا له الفيرود اللي بيدور عليه الشكل هيبقى عامل ازاي؟ انا بس هي دي النقطه اللي انا مختلف بس. لا لا مفهوم.